بالنسبة لمريم الفكرة القراءة بدأت معها منذ الولادة، أقول منذ الولادة لأنه بحكم العمل الوالدين ديالها فالكتاب كان عندنا شي حاجة ضرورية في الدار، كان عندنا امبيراتيف. الأستاذة عايدة الزهري اللي هي الأم ديال مريم هي أستاذة ديال البكالوريا تدرس مادة العلوم الطبيعية، أمجون الحسن اللي هو الأب ديال الطفلة مريم أمجون هو أستاذ البكالوريا مادة الفلسفة، فالوسط العائلي ديالها كان كيحفزها منذ الصغر، يعني حتى قبل أن تتعلم الكتابة والقراءة كانت مريم تعاشر الكتاب، يعني كان عندنا الكتاب شي حاجة اللي كتكون عندها دائما في المكان النوم ديالها، الكتب وكانت كتقلب الصفحات كتشوف الصور، كانت منذ الصغر ديالها تطرح الأسئلة، يعني الأم ديالها والأب ديالها لاحظوا أنه منذ الصغر ديالها تطرح مجموعة من الأسئلة وعندها رغبة شديدة جدا في المعرفة والتعلم، فهم من لاحظوا هذا الامر هذا وهذا الشغف ديالها منذ يعني منذ البدايات الاولى ديالها، يعني منذ السنتين ثلاث سنوات بداو كيشيروا لها مجموعه ديال القصص كمجموعه من العائلات في المغرب اللي فيها الصور بشكل كبير جدا وكلمات قلال، فمن خلال هذه القصص القصيره اللي كتكون مخصصه للاطفال ظهر العائله ديالها يعني الحب ديالها والقدره ديالها على الفهم من خلال الملاحظه ديال الصور والكلمات القليله اللي كتكون مرفقه لذاك الصور، القدره ديالها الكبيره على التحليل والفهم ديك القصه. فمع السنوات بدات كتقدم شويه في العمر والتعلم ديالها للكتابه والقراءه، فبداو كيشريو لها مجموعه ديال الكتب وكانت كل مره كدهشهم انها تاخذ الكتاب وفي ظرف وجيز جدا تستطيع ان تقرا الكتاب كتلخصو وتقدر تجي عندك تقول لك بانه راه لخص الكتاب الفلاني وتعطيك الفكره الاساسيه وتعطيك تلخيص دقيق جدا وتقدر دير لك قراءه نقديه. هذا الامر هذا بين الاباء ديالهم ان مريم كطفله عندها موهبه كبيره جدا في القراءه، فحاولوا ان يطوروا هذه الموهبه هذه من خلال المشاركه في تحدي القراءه. كما قلت قبل انه في الوسط التعليمي فاوتوماتيكمون هذه الاخبار ديال تحدي القراءه كتكون مذكره وزاريه كتوصلهم للمكان العمل ديالهم، فحيت عرفوا ان مريم عندها كل المؤهلات اللي يخلي انها تنجح في مسابقه او في تحدي من هذه الشكل هذه، فسجلوها وشاركت في البدايه ب 50 كتاب من مشارب ثقافيه ومعرفيه مختلفه، ومن خلال المراحل اللي قدرت تدرج فيها خذات الجائزه ديال تحدي القراءه على مستوى المملكه المغربيه ما اهلها للمشاركه في النهائيات اللي تمت اليوم في دبي. في خلال التحضير ديالها للمسابقه ديال دبي قرات ولخصت وفهمت يعني بشكل دقيق جدا واقامت دراسه نقديه على 200 كتاب وشاركت ب 60 كتابا منها اللي في المسابقه النهائيه، وخذت مجموعه ديال المعارف يعني خذت جوازات فيما هو ثقافي الادبي فيما هو قصه قصيره فيما هو ادب عالمي، يعني خذت مجموعه ديال الكتب عالميه مترجمه الى اللغه العربيه، خذت في قراءه في التراث الديني في التاريخ، يعني مجموعه ديال المشارب المعرفيه باش تقدر انها تضمن التنوع في المقروء ديالها في الكتب اللي قرات. وفي هذه المرحله ديال الاقصائيه ديالها لا في المؤسسه اللي دوزات هنا اونيفو ديال تيسا لا في المسابقه الوطنيه في وجده ولا في دبي كانت دائما تبهر الجمهور وكانوا يجمعون اجمعين على ان مريم اكبر بكثير من السن ديالها وبان المستوى الفكري والادبي ديالها والقدره ديالها على التحليل والنقد اكبر بكثير من السنوات ديال العمر ديالها. التخوف اللي كان عندنا هو ان كاين واحد الجزء من المسابقه كيدوز من خلال التصويت ديال الجمهور، كان عندنا تخوف طبيعي اللي هو انه الا كان في حاله ما اذا وصل الخمس الاوائل مشارك من دوله خليجيه بحكم انهم هما القرب الجغرافي كيكون الجمهور نسبه كبيره منه خليجي، خفنا انه يكون تصويت عاطفي من الجمهور فبالتالي يقدر ياخذوا موهبه اخرى، لانه كل الشباب اللي وصلوا لذاك المستوى راهم جيدين ورائعين جدا. مريم كانت ربما متميزه اكثر منهم لكن كلهم ممتازين، كنا فقط خايفين انه يكون تصويت عاطفي اكثر ما هو يكون تصويت موضوعي، هذا هو التخوف اللي كان عندنا، لكن الحمد لله انه الحكمه ديال القراء العرب ديال الجمهور اللي حضر مسابقه ثقافيه بحال هكاك قدروا انهم يتجاوزوا العاطفه وحكموا العقل ديالهم وكان اجوبتهم اجوبه موضوعيه واختاروا الاختيار اللي كان خاصو يتختار اللي هو الانسب. ما كنقولش هذا الكلام بحكم انني عم مريم امجون، فقط كنقولوا بحكم الموضوعيه ديالي كشخص اتابع هذه المسابقه وتابع اخبارها من النسخه الاولى ديالها وكنشوف ان مريم كان لها من الامكانيات البداهه ديال الذكاء ديال التحضير ما يلزم باش ان شاء الله توفق على المستوى ديال الوطن العربي كله ان شاء الله. مريم ربما الا جات غدا من الامارات وشتيها حدا باب ديال الدار
لن تعرف ان مريم اللي كتلعب تما هي مريم اللي شتي في التلفازه، لان مريم هي طفله تعيش عمرها كما يعيشه اقرانها. يعني كتلعب مع اصحابها اللي قدها فلاش، كتفرج في رسوم متحركه، كتفرج المسلسلات، كتفرج البرامج، يعني تعيش طفولتها بشكل عادي جدا. فقط هي عندها ميزه اللي عند مجموعه الناس هي انها تنظم وقتها. يعني هي تبارك الله عندها هذه القدره لانها كتعطي اللعب الوقت الكافي ديالو ككل طفل او طفله في سنها، وقدرات انها تخرج من الوقت الفراغ ديالها من غير الوقت المدرسي وقت اخر للقراءة أو التعلم. هي بالنسبة لها بغات تمشي في المجال العلمي مما عمرها، مثلا بحال المجموعة ديالها كيقول لك بغيت نكون طبيب، بغيت نكون بيلوت، ما عمرها حددات مهنة معينة، هي فقط عندها توجه علمي. يعني يقدر الأمر يجي غريب أنها فازت في مسابقة أدبية وهي في الأصل عندها ميولات علمية، يعني حتى في الدراسة ديالها هي متفوقة، والإشارة فقط هي الأولى على مستوى القسم وعلى مستوى المدرسة في كل السنوات التعليمية ديالها منذ السنة الأولى ابتدائي، كان دائما كتجي متفوقة في كل المواد. كلنا قرابين منها، غير القرب والبعد كيكون حسب الموضوع. يعني مثلا إلا لقيتي في الانتيميتي ديالها كطفلة أقرب لأمها، في اللعب تقدر تكون أقرب ليا، مثلا في القراءة أقرب للأب ديالها لأنه هو المشرف المباشر عليها. يعني مريم كتحس بها أنها قريبة من كل شيء. أنا أقول أنك لو أنك تجالسها مرة واحدة ستصبح قريبا منها وستصبح قريبة منك، أن عندها قدرة كبيرة جدا أنها تفرض راسها وتحبب الأشخاص الآخرين في شخصها. عندها القدرة وعندها قبول جيد وقدرة أنها تسلطف أي شخص تجالسه، وكتحس بأن كل شيء عزيز عليها وقريبة من كل شيء. طفلة مغربية اليوم خدات مسابقة على مستوى عربي مع ناس للعمر ديالهم أكبر بسنوات من العمر مريم، مستوى سابق عنده 21 سنة، راها هي فوق مريم ب 12 سنة. فبالتالي أنه الإصرار والعمل والمثابرة والصبر هي المفاتيح ديال النجاح. أنا أتمنى أن الناس يشوفوا هذه الفيديو هذه يعتبروها مادة تحفيزية لأبنائهم، ويعطيو الوقت الكافي لأبنائهم أنه ينميو الملكات ديالهم، المواهب ديالهم، ويثقوا في الأبناء ديالهم. أي موهبة يشوف الطفل ديالهم يحاولوا أنهم يكبروا ذاك الموهبة ويأخذوا وقتهم ويصبروا على ذاك الطفل، والأكيد أنه غادي إن شاء الله يوصل للنتيجة دياله. المغرب أرض ديال الخير، المغرب أرض ديال الذكاء وديال النوابغ. فقط خص الناس تأخذ فرصتها لتعبر عن ذواتها، والعائلات المغربية مطالبة اليوم أن تهتم بأبنائها. هذا هو الانفستيسمون، هذا هو الاستثمار للمستقبل إلا بغينا أن المغرب غدا يكون بين الدول المتقدمة إن شاء الله الرحمن الرحيم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارتاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.